طيب بعدها نبي نعرض احصائيات اليوم كامل، ومن ضمن الاحصائيات راح نعرف من هو نجم الريالتي لليوم. طبعا نجم الريالتي كانت محصوره بين ثلاث متسابقين، طبعا صلاه الفجر اللي غاب عنها محمد بناحي ناصر مطيري، صلاه المغرب محمد ناصر سيف ريان زايد عجيان فيحان عيفان متعب قاعد حاتم عز الاسلمي ناصر بن قمره نواف الاكلبي، هذول كلهم غياب عن صلاه المغرب. صلاه العشاء لم تنقل عبر اليوتيوب، تمام. نجم الغياب لا يوجد مع انهم كلهم غايبين، لكن عموما عطني اللي بعدها. لكن قبل ما نعلن اللي بعدها تحط لي على الشاشه، نجم الريالتي انحصر ما بين خالد الروقي، ما بين خالد عبيد، ما بين هباس فرج، وبحكم انه حضوره الطاغي هباس اليوم مؤثره، فكان هباس هو نجم الريالتي. عرض للصوره، يستاهل 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 والله، اليوم هباس استاهل. كان استاهل. نجم الريالتي فعلا بامانه يستاهل. عطني الصوره، احصائيات بدون تحيز، ساعات البث 12 ساعه، عدد الفقرات 4، الشيلات 11 شيله، القصائد 6، السوالف 49 سالفة سامجة، عدد المخالفات 3، نجم اليوم هباس فرج 49 كله يا ابو عبد الله سامجة 49 يأخذ رسالة، لأن 49 عدد كبير، يعني هم فتحوا جلسات وسولفوا، لكن لما تيجي ترجع، أنا رجعت لليوتيوب ما سوالف، ما لها ثمرة، يعني ما هي منتجة، ما لها ثمرة، ما لها ثمرة. أحد بيعلق يا شباب؟ أنا إذا بعلق بعلق على الملخص، الربع الملخص، حنا ننتقل نقلة نوعية في برامج النقد. الملخص اليوم يعود لنا بأقوى من بداياته في البزنس واحد. الملخص اليوم حتى إلى قبل الفقرة اللي عندنا، اللي فقرة نعم. أحمد العوض اللي أدى اليوم أداء يشكر عليه الحقيقة أحمد، إلى أحمد العوض، وهم حاطين حتى مشغلين الملخص. لذلك نشكر فريق الإعداد، طاقم الإعداد الحقيقة نثني عليه ثناء يستحق في هذا الملخص. بالنسبة لنجوم الريالتي فعلا هباس بدأ من المطبخ، يعني بدأ يومه صح، انطلق من المطبخ بدايته واحتكر الريالتي. خالد الروقي، خالد الشيخ الجديد، خالد الشيخ الجديد، هو الشيخ الجديد، لا يعني قائد الجديد، القائد الجديد خالد الروقي. انا اتمنى متابعه هذا المتسابق من قبل الجمهور، لانها الان صانع لنفسه بدايه قويه جدا. خالد الروقي واضح جدا ان شخصيته من مثل ما كان موجود قبل، من مثل الشهر الاول بدايته، يعني هذه السنة ما أنت كما العام يقولها الجبرتي، يقول صرف السعودي وصرف المريكاني كل الخلايق تبيعه وتشريبه، هذه السنة ما أنت مثلك كما العامي، ما ادري ايش يقول يا بكر، ما تلتفت فيا هذه السنة مو مثل العام الحقيقة. خالد الروقي انت بقوله جيدا، انا اراهن على خالد الروقي. يا سلام. ومنصور والله شفنا التقرير وشفنا اداء الشباب وهباس، اي وخالد اللي ينتحل كاركتر الشخصيه القياديه الرابعه، لان عندنا ثلاثه احنا، صار الرابع خالد. ايش تقول ابو منصور؟ والله نشكر حقيقه، نشكر فريق الاعداد على شغلهم، ولكن المشكله كلها مين في، يعني الاعداد ما شاء الله تبارك الله ما في كلام، لكن المشكله مين في الاعداد؟ المشكله في المحتوى، المحتوى. المشكلة في كيف يطلعون المقاطع، يعني مقاطع كلها مزعجة. صح. هباس نجم الرياليتي، هباس نجم المخاد. صقعها في المطبخ على اخويا، يعني يلا يا اخوان اللي صقع ان شاء الله من بكرة يصير ان شاء الله نجم الرياليتي. ايضا نجم الرياليتي مو على الحضور، كل واحد يحضر يعني بالوقت خلاص يصير نجم الرياليتي، مو بشرط يا اخي. احضر كل شوي طيب وبعدين المحتوى ضعيف. نرجع ونأكد على موضوع المحتوى، المحتوى لازم يكون في تجديد، اما موضوع انك تعبي سوالف 49 سالفة مثل ما قلنا، اتمنى واحدة بس يكون لها انتشار، يكون لها قبول. بخصوص ما شو اسمه؟ خالد الروقي، خالد الروقي، خالد الروقي الجديد، خالد الروقي، خالد الروقي الموهبة الوحيدة اللي يمتلكها انه يشبه ماجد العتيبي. هذا اللي انا اشوف انه الشيء الوحيد اللي موهوب فيه، اللي موهوب فيه انه يشبه النجم السوشيال ميديا ماجد العتيبي، دائما يضيع بيني. اما سالم حزام ان شاء الله حقوته ان شاء الله ما تضيع، حقوته فيه، يمكن متابع للرجل هذا يعني بدقة، اتمنى انه يغير ويكون ان شاء الله نجم مثل شبيهه باذن الله. يا سلام، سلامتكم. طيب يعطيك العافيه ابو منصور. الله يعافيك. تعليق سريع ابداح على ملخص امس، اول شيء الله يعطيهم العافيه على الاداء، واضح ان في الروح رجعت،
الحركة يعني التنافس رجع بينهم وهذا دليل انهم دخلوا في الأجواء. أنا بعلق على دخولية عبد العزيز الأسلمي، كانت دخولية خفيفة ما كان فيها تكلف، كانت بكاركترات جميلة ومضحكة، عاشوا فيها الجو، أبدع فيها هباس، أبدع فيها فيحان جدا. عبد العزيز الأسلمي اختصرها بدل ما أتكلف أو أني أنتظر على طول بعد الفجر، سوى دخولية كاركتر حلو وبجو حلو يشكرون عليه، ولا أنسى نشكر الإعداد على هالإبداع المتواصل. طيب جميل، ما تطرقت لعبد العزيز الأسلمي، عبد العزيز الأسلمي أبو حزام منصور وبداح، عبد العزيز كانت دخولته جميلة، لكن السؤال اللي يسأله الجمهور وين حاتم الحربي؟ خلاص الساموراي وينه؟ خلاص هو الآن انتهت السالفة، عبد العزيز الأسلمي خلاص لقى أن حاتم ما عاد يخدمه حضوره معه، حول إلى فيحان، بالرغم أن حاتم له فضل على عبد العزيز.